جهد ملموس بدا واضحا منذ لحظة تولي رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مهمة الإشراف على العمليات الأمنية ضد تنظيم داعش الإرهابي الذي حاول مؤخرا إعادة ترتيب صفوفه في العراق، إلا أن خبرة الكاظمي الطويلة في مجال الأمن كانت له بالمرصاد. ظهور هكذا عمليات نوعية استباقية لضربات محددة بالتعاضد مع دور التحالف الدولي في اقتناص قيادات مهمة كان آخرها الملقب حجي تيسير والمدعو معتز نومان الجبوري في الأراضي السورية في منطقة دير الزور، وهو واحد من القيادات المهمة التي كانت تشكل عصب لهذا التنظيم الإرهابي، وبالتالي الإطاحة بهذا قيادات مهمة ستخل بهيكلية هذا التنظيم الإرهابي الذي دائما ما يعوض قياديه، لكن ستكون عملية الإطاحة بشكل سريع لتلك القيادات الميدانية. خبراء أمنيون أكدوا أن عمليات الاستهداف العراقية لأبرز القيادات الميدانية للإرهابيين الذين يشكلون عصب تنظيم داعش والإطاحة بهم بشكل سريع هو أمر يؤثر بشكل كبير على هيكلة التنظيم والحد من نشاط عناصره في المنطقة، مشيدين بالدور والجهد الاستخباري العراقي في تعقب كثير من قيادات داعش الإرهابي. عمليات نوعية من استهداف قادة داعش، الاستخبارات العراقية استطاعت تعقب يعني زعيم داعش استطاعت تعقب كثير من القيادات، وهذه المعلومات طبعا مهمة وتدل على الجهد الكبير الذي تبذله الاستخبارات العراقية واقعا يعني جهد ملموس يعني وحقق إنجازات كبيرة، وهذه بالنتيجة حدت من تحركات عصابات داعش واستطاعت يعني هي هذه العمليات هي التي استطاعت تحقق نصرا على داعش. المتابع للمشهد العراقي يرى أن الكاظمية أولى المؤسسة الأمنية اهتماما كبيرا واتبع مبدأ أهل مكة أدرى بشعابها، فمنذ اليوم الأول لتوليه دفة القيادة لم ينفك الكاظمي وهو يزور المؤسسات الأمنية واحدة تلو الأخرى، كيف لا وهو ابن تلك المؤسسات ويدرك جيدا أن الإصلاح العراقي يبدأ من مسك الحدود والقضاء على الإرهاب والمجاميع الخارجة عن القانون ومحاربتها دون هواده.